معكم التلميذة إيمان صالح من مدرسة البديل التربوي بالسلك الإعدادي، سنة ثالثة من السلك الإعدادي. لي الشرف اليوم أن أوجه تحية لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض الذي كان فرصة جميلة لنتعرف على الكثير من الكتب المهمة، كانت فرصة لتوسيع ثقافتنا، وكانت أيضا فرصة من أجل إثبات محبة الشباب العرب خاصة المغاربة للقراءة العربية. الدكتور سيبويه عبد الوهاب رئيس الجمعية المغربية للمخطوطات وحفظ الذاكرة في الصحراء المغربية، أتيت اليوم كعارض لمجموعة من المخطوطات اللي جلبناها من المناطق الأقاليم الجنوبية، واللي المدينة وجدة بمناسبة معرض الكتاب المغاربي، واللي لاحظنا من خلال زيارة هذا الورش والله هذا العرض ان كانت هناك زياره لمجموعه من الشباب والطلبه والباحثين وطلاب المعرفه والعرفان، واللي استفادوا من الذخائر والكنوز اللي كتبوها علماء من علماء الصحراء والتي جلبت الى مدينه وجده. وبهذه المناسبه اشكر المنظمين والقائمين على هذا المعرض الكتاب، واللي أظن أن هذه النسخة هي نسخة كانت ناجحة بكل المقاييس من حيث الزخم والحضور من مختلف دول العالم، ومن حيث حتى المعروضات أي دور النشر والكتاب سواء المغاربي ولا المغربي، وحتى الكتاب اللي ينتمي لحضارة غير الحضارة العربية، كان هناك حضور وازن لهذه المعروضات. واللي أظن أن هذه النسخة ستكون انطلاقة للاستفادة من الفكر ومن كل ما له علاقة بالجسم الثقافي والاجتماعي للمملكة المغربية، وخاصة بجهة الشرق، بمدينة وجدة، هذه المدينة الصامدة مدينة الثقافة. وشكراً.